ماشي صحتك تمام ايوه ادخل هيك نسيت بولدي بزاف بانت لي بلاصتو بانت لي بلاصتو وانا اصلا عزيز عليا البوليس انا ملي جا ما عندوش 6 سنين وانا كيبان لي لابس القريط ملي عندو 6 سنين كنتمنى بوليسي وانا قتلوا لي ولدي عايدوا لي سمية البوليس من فمي عايدوا لي اللبسه من بيتي قطعوا لي ريحته ما خلوهاش ليا انا كنطلب من سيدنا ياخذ لي حقي منهم ومن سي الحموش وكنشكرهم بزاف وكنشكر سي الوالي وكنشكر العام كامل الله يحفظهم الله يبعد عليهم ولاد الحرام الله يبعد عليهم شر الخلق هادشي اللي غنقول لهم الله يشافي سيدنا الله يشافيه يدير بحسابي راني بزاف راني محروقه في ولدي بزاف راني محروقه في ولدي بزاف راني معطره بزاف راني معطره بزاف ولدي الاحساس ديالنا نشعر صراحة زوين واخا ما كاينش معانا وكنت اسفه بزاف ما الزوج ديالي ما كاينش تمنيت انه يكون هو اكثر منا حنا كنشكرهم بزاف كرمو عطاو قيمته كنشكر السي الوالي كنشكر السي الحموشي بزاف والله ينصر سيدنا الله يشافي ويعافي لينا الله يخلي لينا تاج فوق ريوسنا نهار الارهاب هادي قتلوا لي راجل حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هادشي اللي نعم. شنو العقوبه اللي تتمنى كنتمنى ان شاء الله الاعدام ما كرهتش ناخذ حق راجلي بالاعدام صراحه حين تمت شي حاجه ما غادي نبرد ولكن الاعدام هو اللي غادي البرد علينا الحرقه ديالو وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم حرمونا منه وحرموا من الامن بزاف ديال الحوايج حرمونا منه الله ياخذ فيهم الحق الناس راه تهلاو فينا بزاف وفكروا فينا وما فكرين فينا ديما ما كينساوناش كيسولوا فينا ليل نهار طلبوا الله يعافيهم يا رب كيداير الحاله العائليه دابا الحاله العائليه باقا منهاره يا اخي باقا منهاره باقي ما كان باقا عندنا الصدمه كنت في عمره في السعوديه ومنين جيت كنسيت ومنين جيت دابا بحال يلا عندي جديد داك النهار بحال عندي داك الشيء يلا توفى لي الولد ديالي واش غادي نقول لك اخويا انا بلاد الرحمه توحشوك يا جوعان نعم اسيدي صحابو ديال الرحمه الرحمه كيجيو عندنا دائما ما ناسينا الله يكثر خيرهم وحتى الولايه كيجيو عندنا ما كيسولوش كيسولو فينا دائما نطلبوا الله عز وجل الله يحفظهم ما ناسيناش ليل نهار كيبحثوا فينا بزاف الله يكثر خيرهم يا رب